يتمنى الكثير من الشباب الوصول إلى ضخامة وعضلات الكثير من مشاهير كمال الأجسام مثل ليهاني وروني كولمان وبيغ رامي، ولكن لا يعلم الكثير كم دفعه هؤلاء كضريبة للشهرة التي حصلوا عليها، وقد تكلفهم هذه الضريبة حرمانهم من الصحة عند الكبر. المثال الصارخ على هذه الحالة هو الأمريكي روني كولمان، والذي يعاني مشاكل صحية كبيرة أوصلته إلى التنقل عبر كرسي متحرك. تحمل رقبة كولمان العديد من الميداليات ما بين الذهب والفضة والبرونز، هي نتيجة فوزه بعدة بطولات لكمال الأجسام ما بين مستر أولمبيا والتي كان آخرها في العام 2007، كذلك بعدة بطولات عالمية، وكذلك بطولة إنجلترا وهولندا ونيوزيلندا لكمال الأجسام. ولد رونالد دين كولمان المعروف باسم روني كولمان، وترعرع بولاية لويزيانا المعروفة بطيور البجع في الولايات المتحدة الأمريكية على يد أم عازبة. عاش روني مع أخ له أصغر منه وأختان. كان روني شخصية مهابة لدى الجميع بفضل بنيته الجسدية الضخمة مقارنة بأقرانه، نظرا لأنه كان يحب التمرن في النادي. استطاع أن يلج عالم كمال الأجسام بفضل حبه للنادي وتطوره الأسطوري في صالة الألعاب الرياضية. تمكن كولمان من الحصول على منحة دراسية في جامعة جرامبلينغ ليتم دراسة المحاسبة وتمثيل فريقه الرياضي في بطولة الجامعات. قضى روني كولمان 4 سنوات في الكلية وأصبح محاسبا معتمدا بالولايات المتحدة الأمريكية. على الرغم من كل هذا وتعبه في الحصول على وظيفة، إلا أن الأقدار شاءت أن يعمل روني كولمان في توصيل البيتزا. وفي تصريح له عن هذه الفترة من حياته قال: كان توصيل الطلبات أصعب عمل قمت به في حياتي، لم أكن أرغب في العمل هنالك كل يوم، لكنني كنت أعلم أن قدري يخفي لي ما هو أكبر. في ربيعه 25 وأثناء بحثه عن عمل آخر، وجد روني كولمان فرصة عمل كشرطي بولاية تكساس في العام 1989 بعدما تقدم للعمل ونجح في الحصول عليه. بعدما وجد روني دين كولمان مكتب الشرطة مجهزا بصالة ألعاب رياضية خاصة، تمكن كولمان من تفريغ قدراته والاستمرار في ممارسة هوايته المفضلة. بعدما أصبح مستواه جد متطور بالنسبة للأجهزة المتوفرة في مركز الشرطة، قرر روني كولمان تغيير الجيم وولوج صالة أخرى جد متطورة. بعدما لمح برايان مالك النادي روني كولمان يتدرب، قرر أن يقدم له بطاقة اشتراك مجانية مدى الحياة، الشيء الذي مكن البطل الأمريكي روني كولمان من المنافسة على عدة ألقاب وحفزه على دخول أول عرض له. بعد تحقيق أسطورة كمال الأجسام الأمريكي روني كولمان انتصاره الأول، أدرك أن له مؤهلات من الممكن أن تجعله يحقق النجاح الباهر. بعد تذوقه لطعم الاستعراض على خشبة المسرح، قرر أن يشارك ببطولة تكساس 1990. في هذه المنافسة جاء اللاعب الصاعد في المركز الثالث خلف جيري روتجرز وإيدغار فليتشر، الشيء الذي دفعه لأخذ استراحة لتطوير نفسه والقدوم بشكل ومستوى ممتاز. بعد هزيمة روني كولمان السابقة، عاد أكثر خبرة وتصميما على المنافسة وسحق الباقين على خشبة المسرح. بفضل جيناته العملاقة وأسلوبه العنيف في التمرين، فقد تمكن من بناء عضلات يد ضخمة والتي يراها الجميع بأنها شيء خارق للعادة بالنسبة لشخص هاوي. دخل روني كولمان في بطولات العالم للهواة في 1991 ببولندا رغبة فيه لصناعة اسم في عالم هاته الرياضة. حقق ما سعى له وأعجب جميع الحكام ببنيته السابقة النظير بعدما طغى على منافسيه، ما مكنه من الهيمنة وسحق جميع منافسيه وحصوله على كارت الاحتراف في سن 27. لم يستسلم هذا المتميز وواصل دخول العروض رغم عدم تحقيقه لنجاح باهر. عدم اكتراثه بالمعيقات مكنه من ولوج عدة مراكز متقدمة. الانطلاقة التي دفعت روني كولمان عن عمر يناهز 31 عاما كانت في 1995 بعد تحقيقه كأس كندا للمحترفين متغلبا على أبطال كبار. مكن هذا الفوز من تسليط الضوء عليه واعتباره كأحد النجوم القادمة في المستقبل.
روني كولمان هو لاعب كمال أجسام محترف، تمكن من حصد سلسلة انتصارات متتالية لمدة 10 سنوات، بحيث ظن الكثير أنه السيد الذي لا يمكن هزيمته إلا إذا تم تعرضه لإصابة قد تمنعه من التوقف. فعلى مدى السنوات 10 تمكن روني كولمان بطل العالم من السيطرة على معظم المسابقات التي ولجها، وتمكن من حصد ما قدره 24 إنجازا في مسابقات الصفوة، 8 منها كانت في مستر أوليمبيا، مكنته من ولوج عالم الأرقام القياسية بالمناصفة مع مواطنه ليهاني. صنع صاحب مستر أوليمبيا 8 مرات التاريخ جراء فوزه على أبطال من قيمة فليكس ويلر، جاي كاتلر، جون راي، كيفن ليفرون ولي بريست. لقد أصبح روني كولمان معروفا بلقب الملك وبأنه أحد أهم نجوم اللعبة في الفترة المعاصرة. بعد 15 عاما من تحطيم الأرقام القياسية قضاها لاعب كمال الأجسام روني كولمان في المنافسة على مستوى خرافي، قرر روني الابتعاد عن المنافسة بعد أولمبيا 2007 بعدما أصبح رمزا أمريكيا خالدا معروفا في تاريخ الرياضة. بعد توقف رونالد كولمان عن التمارين كان من الواضح أن سبب إصابة روني كولمان كان تراكم الأثقال الذي كان يرفعها خلال تداريبه التحضيرية قد أضرت بجسده. فبحلول العام 2016 اضطر روني كولمان إلى إجراء 7 عمليات جراحية على مستوى ظهره واستبدال مفصل الورك، وكانت أكبر واحدة قضاها دامت لأحد 10 ساعة. كل هذه الإصابات هي نتيجة لتدريبات يومية عالية التركيز، والآن روني كولمان مضطر على التعايش مع كرسي متحرك لفترة من الوقت. يعتقد روني كولمان أن كل ما أنجزه كلاعب كمال أجسام سوف يتفوق دائما على جميع المشاكل في حياته، حيث علق قائلا: لن أشعر بالندم إذا أتيحت لي الفرصة للقيام بذلك مرة أخرى. بعد تقاعده بلغت ثروة روني كولمان بطل كمال الأجسام 10 ملايين دولار بسنة 2019، وأصبح حريصا على المشاركة في صناعة عالم اللياقة البدنية للترويج لعلامته التجارية منتجات روني كولمان، الشيء الذي دفعه لبناء شركته الخاصة بمكملات البروتين والتي تسوق العديد من المنتجات على غرار حارقات الدهون للتخلص من الوزن ومشروبات الطاقة في الولايات المتحدة. أصدر فيلم وثائقي عن سيرته باسم روني كولمان The King، يعرض حياة رحلة روني كولمان منذ الطفولة ومختلف الرياضات التي لعبها حتى وصول هيمنته على عالم كمال الأجسام إلى مرحلة القمة، وكيف أصبح غير قادر على التحرك بشكل طبيعي، وكيف أصبح بتدريباته بعد انزلاق في العمود الفقري. روني كولمان تعد رياضة كمال الأجسام بالنسبة له أسلوب حياة، وحش رياضة كمال الأجسام، أعظم بطل، السيد أوليمبيا. لا تنسوا الاشتراك في القناة وتفعيل زر الجرس ليصلكم كل جديد. ويكيتيوب الموسوعة الصوتية الأولى بالنسخة العربية.